السلام عليكم، كيف كردتكم؟ حلقة جديدة من لعبة ماينكرافت، واليوم حلقتنا راح تكون سكاي بلوك مثل ما طلبتوا مني انتوا بالحلقة الماضية. ف ليتس جو، راح استنى الصبح وكمل. فمثل ما شفتوا هلا صار الصبح، حطوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين مشان نستمر. فهاي السلسلة فكرتها بكل بساطة انه في بلوكة واحدة لازم نكسرها، كل ما نكسر يعني بيطلع لنا اشياء، منكبر جزيرة، منكبر العالم، وان شاء الله مع بعض رح نعمل مزارع وبيوت ومحلات، ويمكن ندخل بعض الاصدقاء، يمكن ما متأكد. اوكي انت هلا وين بدي روح انا؟ فطر او هاي بقرة المشروم للقاء، فخلينا نكفي تكسير. عندي سؤال هلا اذا هلو، والله ما بعرف وين بدي روح فيك. فا اوكي شباب، ما حدا شاف شي هلا، خلونا نكبر جزيرة. معنا بس 10 ديرت، ف بسم الله افكر اعملها خمسة طول خمسة بالعرض، بس لا لازم تكون اكبر بشوي، لاني هلا كل حلقة رح كبر. بدي تكتبولي بالتع دي جي. اوكي منكمل. بدي تكتبولي بالتع الاغراض بيروحوا زمتنا. اوكي عادي، اصلا عادي. بدي تكتبولي بالتعاليق اذا بدكن جمع خلف الكواليس اغراض او لا. يعني هلا الافضل انه جمع خلف الكواليس، لاني نتطور اسرع اذا جمعت، بس كيفكن انتو اكتبولي بالتعاليق، عبنطر تعاليقكن واقترحولي اشياء نعملها الحلقات القادمة. يعني هاي السلسلة بأول حلقاتها ما راح تكون مسلية كتير، بس إن شاء الله مع الوقت راح تكون مسلية أكتر. بس إذا شفت دعم راح نستمر إن شاء الله معكم بهاي السلسلة، وأي اقتراحات عنكم يا اكتبوها. هلأ صار معنا نوعين خشب، معنا هذا الخشب ما غامق، شبه غامق هذا الخشب، ما بعرف اسمه نسيت. معنا هذا الخشب الغامق، بدي أعمل أنا أكس أو بيكاكس. أكس راح أعمل، أنا بيطلعنا خشب. بس الحاجة يعني دي لكم ملاحظة بهذا العالم، انه مع الوقت بنتطور، يعني يمكن بالمستقبل يطلع لنا دايموند. هلا ما بيطلع لنا غير ديرت وخشب، فمع الوقت احتمال يطلع لنا دايموند وهيك. فانا ما متأكد، هاي اول مرة بلعب هيك عالم. اذا بتكون اسم العالم او الرابط اكتبولي كمان، بحط لكم يا الحلقة القادمة. والله في انواع خشب كتير، بدي انا نوع محدد يطلع لي منه كتير، مشان اذا صممت ما يطلع بقع. اوكي هلا حلل كل الخشب اللي معي، وبدي عصايه. اوكي لازم اعمل اكس، هذا اول اكس عملناه واول اداه عملناها بهذا العالم. فراح احط كل الاغراض هون عشان اذا وقعت ما اجيب العيد ويروح كل شيء على الفاضي. وكبر شوي كل فقره تجميع موارد، راح كبر من بعدها بالديرت اللي راح يطلع لنا. هلا اكيد مع الوقت راح يصير الديرت اخضر، يعني ما راح يبقى هيك، يعني اصلا شكل هيك ما حلو. فخلونا نكفي. افكر انه ضلع بكسر لينكسر الاكس وارجع لكم. اوكي هلا رجعت لكم بعد ما خلصت، صراحه ما طولت ابدا، ما بدي اكذب. بس شوف التطورات اللي صارت، صار عندنا هالكتاكيت الصغار الثلاثه، فلازم احافظ عليه انا اكثر من ده ممكن، بس بعرف راح يموتوا. فلهيك راح اعمل لحظة نسيت اسمه، امهلوني لحظة، بس مثل السور، يعني السور هذا اللي بالخشب نعمله. بدنا اول اكس جديد بدال اللي راح، بدنا نحلل الاخشاب كله، كل الخشب اللي جبناه بدنا نحلله. في انواع كتير صراحة، وخلينا نجيب خبز عشان ناكل. حلل كل الخشب، ما راح اترك ولا شيء. يعني ما راح نستفيد اذا ما حللناهم بالفترة الحالية، يعني لانه ما راح ابني بيت هلا. هلا راح اعمل السور، بس بدي اعمله من الاخشاب كتير، عنا من نوع عنا منه كتير. اوكي عندي من هذا بقدر بعمل 10 × 10 ضرب 3 يعني 30. اوكي رياضيات فيزياء ذكاء خارق، والله شكلها قاعد بتطالع هيك. بدي كبر معي انا ديرت، معي 32 حبة ديرت، واو يعني بقدر كبر فيهم اكيد. ف 1 2 3
لازم تكبير يكون نفس القد. ما بدي اي مشكلة بالجزيرة، ما بدي اي شي. تخيل عن جد بالحياة الواقعية هيك تفيقوا تلاقوا حالكم على بلوكة وحدة وما في غير هاي البلوكة انتو عليها، بتكسروا فيها بيطلع لكم اشياء، بيطلع لكم حيوانات. شو راح يكون شعوركم؟ اتمنى تكتبوا لي. انا الصراحة خلاص بنط منه وخلاص. او لا، الانتحار حرام، ما بعمل شي، بعيش حياتي عادي، بس لازم اخترع الانترنت له. صراحة ما كنت متشجع على هاي الفكرة، بس انه هاي السلسلة بس صراحة اللي عجبتني كتير، فبتمنى انه نستمر فيها حلقات اكتر واكتر واكتر. فبس بدي دعمكم عشان نستمر. اوكي، بلش الجزيرة تكبر، يعني من بلوكي وحدة هلا صرنا ما بعرف كم بلوكي، كتير اكتر من 20 بلوكي. لا لا، ما تنزل انت بليز. قرارات عاجلة، لا نريد خسارة المزيد من الحيوانات. أوه لا لا، للأسف. بس نكمل بس نكمل، قربنا نخلص. الفكرة الرئيسية لحلقة اليوم، بس لازم أقرب هو، لأني صراحة ما بيصير، ما بيصير يبقى على حرف عم بيطلعوا الحيوانات عليهم. من أصل 3 دجاجات وخنزير واحد وبقرة، ضل عنا خنزير و لحظة يا ليل، بقى عنا بس خنزير هلأ وعنا دجاجة وحدة، ما بعرف شو بدي أعمل فيهم هلأ. الدجاجة لحظة، بقى عنا دجاجة، خليني أحط هلأ كل الأغراض هون، الأخشاب كلهم، وحط الأكل كلهم كمان بالصندوق الثاني. أوكي لحظة، اليقطين، الدجاج، الديرت، عندي ديرت. اوكي بظن انه خلص لليوم، هذا كان كل شيء. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وشاركوا الفيديو بكل مكان، والى اللقاء.